اول حاجه الهاردات المتوفره في السوق حاليا نوعين، الويسترن ديجيتال والسيجيت. انا بقى اقول لك تفاصيل كل نوع فيهم وهوضح لك مميزات وعيوب كل واحد فيهم وينفع لاي استخدام بالظبط بالمختصر المفيد. انواع السيجيت، نيجي بقى النجم النجوم السكاي هوك. المميزات بتاعته انه مجهز للشغل التقيل ومزود بتقنيه الايمج بيرفكت وتقنيه السكاي هوك هيلث مانجمنت. اكيد جه سؤال في دماغك بيقول طب انا هستفاد ايه بالتقنيات دي؟ بص يا صاحبي، من الاخر كده المميزات دي فايدتها انها بتزود دقه الصوره قوي في الفيديو وبتقلل الدروب فريم ومشاكل توقف سيستم الكاميرات، وعمر افتراضي اطول للهارد هيساعدك تركب عدد اكبر من الكاميرات بشكل مستقر. يعني بالبلدي كده حرامي دخل المكان هوبا فيديو صور اهو متصور تعالى يا بوليس ارقب على طول. والنوع ده من الهاردات بيكون مناسب لشركات الامن والحراسه. نيجي بقى للي بعده وهو الباراكودا. المميزات بتاعته سرعه دورانه كويسه وسعره حلو. العيوب بتاعته لا يعتمد عليه في الشغل السريع. والنوع ده من الهاردات بيكون مناسب للجيمنج البسيط والاستخدامات العامه. نيجي بقى للنوع اللي بعده وهو الفاير كودا. المميزات بتاعته انه تم تصنيعه مخصوص عشان يدمج ما بين السرعه الجيده مع المساحات التخزينيه المطلوبه في السوق. العيوب بتاعته انه احيانا بيكون غالي في السعر نوعا ما. والنوع ده من الهاردات بيكون مناسب للجيمر وصناع المحتوى وشغل المونتاج شويه. نيجي بقى للنوع اللي بعده وهو الايرون وولف. المميزات بتاعته انه متوفر بمساحات تخزينيه عاليه جدا وكفاءه في انه يشتغل على مدار 24 ساعه على مدار السنه بدون راحه. والعيوب بتاعته بقى يا معلم انه بيكون غالي في السعر شويه. والنوع ده من الهاردات بيكون مناسب لشغل الاي تي والنتوركينج وشغل السيرفرات بمعنى صح. نخش بقى على انواع هاردات الويسترن ديجيتال، ويلا نبدا بالبلاك العادي. المميزات بتاعته انه بيكون اعلى سرعه قرايه وكتابه. والعيوب بتاعته اول حاجه ان صوته بيكون عالي وسعره بيكون غالي. والنوع ده من الهاردات بيكون مناسب لاصحاب الميزانيات العاليه منهم الهارد كور جيمر. بس عشان نكون صراحه مع بعضينا، الهاردات الاس اس دي احسن منه وفي نفس الوقت فرق السعر بسيط، فلو هتجيبه احسن لك هات اس اس دي. خش على النوع اللي بعده وهو البلو. المميزات بتاعته بيوازن بين السرعه والتخزين وسعره رخيص وصوته متوسط. العيوب بتاعته انه لا يعتمد عليه في الشغل السريع. والنوع ده من الهاردات بيكون مناسب للجيمنج البسيط او الخفيف والاستخدامات العامه. نيجي بقى للنوع اللي بعده وهو الريد. الريد المميزات بتاعته بيستهلك طاقه قليله وفي حمايه ضد الاهتزاز وبيشتغل لفترات كبيره باداء حلو جدا وسعره متوسط. اما بالنسبه للعيوب بتاعته ان هو بيكون مش اسرع حاجه، والنوع ده من الهاردات بيكون مناسب لشغل السيرفرات. نوع الهارد اللي بعد كده وهو البيربل. المميزات بتاعته انه بيتحمل الظروف الصعبه زي الاتربه وغيرها من الحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت بيكون سعره رخيص وبيقدر يحتفظ بالداتا بشكل افضل. العيوب بتاعته ان هو بيكون مش اسرع حاجه، والنوع ده من الهاردات بيكون مناسب لاصحاب المحلات والمشاريع عشان بيستخدموه لكاميرات المراقبه. خش على النوع اللي بعده وهو الجرين. المميزات بتاعته انه رخيص في السعر واستهلاكه منخفض للطاقة. العيوب بتاعته انه مش بيقدر يستحمل الضغط الشديد وسرعته بتكون بطيئة، واغلب الهاردات الجرين المتوفرة بتكون معاد تصنيعها. والنوع ده من الهاردات بيكون مناسب لشغل التخزين والباك اب، وعلى فكرة حلوة قوي في الحتة دي، يعني ان انت تستغل الهارد ده في ان هو رخيص وفي نفس الوقت تخزن كل الداتا بتاعتك لفترة طويلة على جنب. نخش بقى على الهارد اللي بعده وهو البلاك انتربرايز. المميزات بتاعته انه بيديلك اعلى سرعة قراية وكتابة وتحمل كويس جدا. العيوب بتاعته انه بيكون صوته عالي نسبيا وسعره غالي. والنوع ده من الهاردات بيكون مناسب للشركات واجهزه السيرفرات. وخلي بالك ان في تجار بتبيعه مستعمل ومهلوك على انه استيراد وبيبقى منتشر في السوق المصري، فانت خلي بالك يا معلم، انت بقى ليك حريه الاختيار بعد ما قلت لك اللي فيها. بس للمعلومه يا صاحبي انه مع الانواع دي من الهاردات، لو انت جيمر او بتعمل شغل ريندر او مونتاج، حاول تستخدم بجانب الهارد الميكانيكي الاس اس دي عشان تحس بالفرق الملحوظ في الاداء، واستعمل الهارد الميكانيكي كساعه تخزين ثانويه مش اساسيه. وباذن الله هيبقى في فيديو عن كل قطعه في الجهاز باستفاضه وبشرح مبسط ومختصر وسهل. انت بس قولي في الكومنت عاوزنا اتكلم عن ايه، وان شاء الله هعمل حلقه عن اكتر حاجه بتطلع. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده يا صاحبي. اتمنى تكون انت استفدت من الحلقه ولو بنسبه 1%. ولو حسيت انك استفدت هكون مبسوط جدا انك تعمل لايك وسبسكرايب على قناه اليوتيوب. ولو عايز تشوف محتوى مختصر اكتر، شرف ليا انك تتابعني على منصات التواصل الاجتماعي، وهكون عامل لك تريكات سريعه في الهاردوير على تيك توك هتفيدك في حياتك اليوميه. ولو عندك سؤال ممكن تقوله لي في كومنت، وكمان تقدر تكلمني على الديسكورد. ولو حابب تعرب الكيبورد بتاعك وبالمره تشوفني، تقدر تقابلني في مشروع الفنان لتعريب الكيبورد وخدمات الليزر اللي بكون موجود فيه دايما. واشوفك في حلقه جديده ان شاء الله يا صاحبي. واحب اختم بالايه الكريمه: ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. ولم يبني العده مزيل بالانترو. سلام.